السلام عليكم. كاين الناس اللي مرادين جسديا تيكون عندهم مرض عضوي بحال الالم جروح وما الى ذلك، وكاينين الناس اللي مرادين نفسيا مثلا القلق الخوف التوتر الوسواس وزيد على ذلك. وصراحه هذا المرض ما عرفتش فين نحطه، واش حتى هو نحطه مع الامراض النفسيه ولا لا، اللي هو مرض سوف اعمل، سوف احذر، سوف استعد، سوف اقوم، سوف اصلي. قلتها بالعربيه علاش؟ بغيتش نقولها بالدارجه، حيت الا بغيت نقولها بالدارجه كيتخصني نقول غادي ندير، غادي نوض، غادي نخدم، غادي وانت ما غاديش. ليكون في علمكم بان هذا راه كيتعتبر مرض فتاك وخطير جدا. تخيل واحد القصه تعجبكم وتقدر تاخذوا منها العبره حتى نتوما. عندي واحد صديق ليبي وفي الايام ديال رمضان تنظموا الفطور في المسجد، طبيعه الحال واحد الجمعيه اللي كتنظم هادشي، وانا الحمد لله مع الاعضاء الناشطه وما الى ذلك، ملي كيفطروا الناس وكنساليو كنجمعوا داك المعان والاواني باش كنرجعوهم للمطعم اللي خدينا منه الاكل. وقبل ما كتوصل صلاه العشاء باش كنصلي من بعد التراويح، كيجي هاد السيد الليبي بالسياره ديالو، وكناخذوا داك المعان وكنديوهم في السياره ديالو للمطعم، كنرجعوهم ليه باش يغسلوهم، ونهار الاخر نجيبو فيهم الماكله وغادا حتى كنساليو داك الشهر. ملي كنساليو كنا جالسين بحال هكا، وكان جا عندنا وقال لنا واش نهزو المعان ونديوهم دابا. حنا سالين يعني المعان جامعينهم حاطينهم غادي نهزوهم نديروهم في المالا وغادي نمشيو. قلنا ليه واخا، هو بقى كيتسنى يعني واخا، يعني غادي نوضو ديك الساعه في الحين. وبقينا جالسين كنشربوا اتاي ومجمعين هكا مع الدراري المغاربه ودراري من دول اخرى شويه، ويقول لنا شكون نطوش. قلنا ليه حنا غادي نوضو دابا شويه، ويدوز 5 دقائق 10 دقائق باقي ما نضناش. زعما قلنا نساليو ديك الدكه ونوضو. شنو قال لينا؟ قال لينا هذا السيد هذا كيكره التاجيل، تيكره التماطل، تيكره شي حاجه تتاخرها بدون سبب. انا ولدي ملي تنقول ليه دير واحد الحاجه ولا نوض دير هادي ولا مثلا نوض تسخر جيب هادي ولا شي حاجه وما كينوضش في الحين اضربه على طول. حنا بدينا تنضحكوا، ولكن ملي كتجي كتستوعب فريمون حنا ما تربيناش على الحاجه ملي يقول لك ديرها كتنوض ديرها. شوف غير تخيل دابا حنا فينا هاد الفيس، هذا مشكل فينا حنا. فكيفاش بغيتي مثلا هاد الاجيال اللي جايين من بعد، لا غادي يكونوا ولادنا ولاد ولادنا، حتى هما يكونوا يسمعوا. دابا الدري صغير كتقول ليه مثلا نوض سخر جيب كاس الماء ولا جيب هادي من الحانوت، تيقول لك واخا واخا، وتسنى واحد 5 دقائق 10 دقائق وسير. وكاين كاع خلاص اللي ما تيجاوبكش كاع، ولا تيقول لك لا ما نايتش. انا راه فريمون راه مشكل عويص جدا، هذاك الشيء انا كنعتبره مرض خطير وفتاك جدا. يعني انت ملي تكون باغي دير واحد الحاجه وما عندك حتى شي سبب يعني حقيقي اللي غادي يوقفك، اللي كيشكل لك واحد الحاجز باش انك تنوض ديرها وما نطيش درتيها، فراه خاصك تخيل بحال شي مطرقه غادا تجي وتضربك كيف ما قال لنا داك السيد انا اضرب ابني على طول. تخيل حتى انت شي واحد غادي يجي يضربك على طول، ولا غادي تجيك شي مطرقه ولا شي حاجه. ملي كتكون عندك واحد الحاجه وخاصك ديرها اليوم وكتاجلها حتى الغدا، دابا انت في نظرك الا اجلتيها حتى الغدا واش غدا ما غادي يكون عندك زعما والو؟ ولا نفترض كاع انت في ديك اللحظه كتشوف بانه غدا ما عندك والو، زعما ما يقدر يخرج لك حتى شي بلان، ولا خرج لك شي بلان شنو غادي دير؟ غادي تولي ديرهم بجوج؟ الله عليك يا ابو تريكه. من اين لك هذا؟ انت ما قدرتيش دير هذيك الحاجه اللي هي غير وحده في هذيك الوقيته، فما بالك غدا الا تراكموا عليك جوج الحوايج، يعني ولات عندك هذيك ولات عندك حاجه واحده اخرى. اللي خاصك تعرف هو انه الوقت راه غادي ما كيوقفش، 24 ساعه اللي دازت اليوم هاد 24 ساعه ما غاديش تعاود ترجعها من بعد. العمر ديالك راه وقت، وما حدك انت غادي وكتزيد وغادي وكيتنقص لك من العمر ديالك الى ان تلقى ربك. الى ما درتيش الحاجه في الوقيته ديالها اللي خاصها دار، واخا تاجلها وتخليها حتى النهار الاخر وديرها، فراه كان عندك تاخر في الحركه، كان عندك تاخر في لاكسيون، واخا نفتيها حيت النهار الاخر خاصك دير حوايج وحدين اخرين. خاصك تسابق مع الوقت وتستغله باقصى درجه.